أهلا بكم من جديد مشاهدينا في جولة استوديو رافدين الإخبارية. نواصل الحديث عن ملف الجنسية وتعديل قانون الجنسية في العراق. ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات المحامي كامل حساني. أهلا بكم أستاذ. أهلا بك. كيف تقيمون القراءة الأولى لمقترح قانون الجنسية العراقية؟ والله الحقيقة هاي الضجة خاصة بتعديل قانون الجنسية يعني مبالغ بها. الموضوع الرئيسي هو هناك مشكلة في تطبيق المادة 18 من قانون الجنسية اللي نصت على أنه الذين سحبت عنهم الجنسية العراقية لأسباب عنصرية أو طائفية أو سياسية يتم إعادة الجنسية لهم بعد أن يقدموا طلبات في هذا الموضوع. لكنه تعليمات وزارة الداخلية نصت بالتعليمات على خلاف القانون، وهي أن يقدم بطاقة سكن أو الإقامة، بطاقة مضبط الإقامة، وهذا لم يشترطه القانون. فعندما التبس الأمر على ألوف أو مئات الألوف من الكرد الفعلية اللي هم عراقيين ومسجلين حسب إحصاء 57 وما قبله، تعذرت الجنسية إلا لمن يدفع الرشاوي والبخاشيك، وأصبحت مشكلة. الآن مجلس النواب بدل ما يضغط على وزارة الداخلية أن تعدل تعليماتها والشرط الغبي، اقترح مشروع تعديل قانون الجنسية حتى يضمن السنة للمقيمين ويعيد منحهم الجنسية العراقية. هو الحديث أيضا في مجلس النواب، كان هنالك بعض النواب قالوا أن هناك لجان برلمانية لم تطلع أصلا على مسودة هذا القانون. ما مدى دستوريته إذن في حال تمريره بهذا الشكل؟ يعني اللي العراق من 2006 اليوم يعيش غيبوبة قانونية. مجلس النواب يعني ثلاثة أرباع هو عبارة عن مجهلة تشريعية، يعني غير قادر على إصدار تشريعات جامعة مانعة أصولية. إحنا فقدنا البوصلة التشريعية، ولهذا اللي يصير كله ترقيع، يعني كله مزاجيات ومدارات للمخالفات. الجهات القضائية والتنفيذية تفشل في تطبيق القوانين وتلجأ وتركن إلى ضعف التشريعات، وهذا غير واقعي. المشكلة في التطبيق والتعليمات، وهناك أمثلة كثيرة. انت اخذي المحكمه الاتحاديه العليا، عدد من المرات الناس طعنت في ترأس السلطات الثلاثه من قيادات وشخصيات تحمل الجنسيه المزدوجه، والمحكمه الاتحاديه ومنتهى محمود رد كل هذه الدعاوى، رغم انه الدستور والقانون نص على عدم لا يجوز السماح لمزدوجي الجنسيه بالتنصيب في المناصب السيادية والأمنية. نعم. مع وجود القانون، فالمشكلة في تطبيق القوانين وليس هي مشكلة قوانين تصدر من السلطة التشريعية ومع صدورها فيجي تطبيقها وفقا للعضلات الميليشياتية والدفاتر الدولارية اللي هي البخاش. فهذا هو واقع البلد. أما مجموعة النواب لم يطلعوا على مشروع القانون او يريدون يطلعون عليه، هي ثرثرة وبطولات فارغه. استاذ حساني، كيف تفسر من جهه اخرى كانت وزاره الداخليه نشرت توضيحا بان قانون الجنسيه رقم 26 صادر سنه 2006 ما زال نافذا؟ كيف تفسر هذا التوضيح ومدى واعي هذا التوضيح طالما ان القانون ما يزال نافذا؟ القانون نافذ الحقيقه، هم شغالين عليه، ولكنه التعليمات مخالفة للقانون، التعليمات اللي أصدرها وزير الداخلية، وما يحتاج من وزير الداخلية إلا أن يرفع شرط مضبطة السكن وبطاقة السكن للعراقي اللي فقد جنسيته بسبب أسباب سياسية أو طائفية أو عنصرية. واللي نعيد التذكير بهم هم الكرد الفيلية، وهم كثر وعندهم أولاد وعندهم مصالح، والحقيقة هذا الموضوع التغيير الديمغرافي غير واقعي، لان العراقيين هم الان يهربون جماعات وافراد بالشرق والغرب والشمال من المحرقه العراقيه، فكيف نتصور انه الايرانيين يريدون ياخذون الجواز العراقي ويعيشون بالعراق؟
يعني ما لكن اعرف. يعني لا يخفى على احد استاذ ان هناك العديد من الايرانيين ياتون لفترات طويله في السنه فيما يعرف بالزيارات. اي هو يجي ويزور ويروح، يعني ما اعتقد هم الكرد الفعليه يعني لو تلتقون بهم هم موجودين على ابواب وزاره الداخليه ومديريه الاقامه ومديريه الجنسيه. اتمنى من الرافدين تروح تجري مقابلات فيهم وتشوف الجلد اليومي والعذابات اليوميه على موجود موجود مراجعات ولدينا برنامج خاص ينقل انشغالات الناس وهمومهم ومشاكلهم اليومية في دوائر وغيرها. عموما أشكرك جزيل الشكر المحامي كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن.